صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد وبداية شمس جديدة، يا رب تكون إشراقتها من أرواحنا قبل أيامنا. يا رب هذا النهار يحمل كل الخير والصحة والسلامة لجميع الناس، وبكرة يحمل لنا كل الأمنيات اللي فاتتنا بالأيام الماضية. ودائما نحن بنقول أمنياتنا كسوريين صارت وحدة، بالانفراجات وتحسين الواقع على جميع الأصعدة، وتحمل الأيام الجاية أشياء تعودية عن السنوات اللي مرقت بحياة كل حدا فينا. مشوارنا الصباحي أكيد بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبار محافظاتنا السورية ضمن تقاريرنا لليوم. وأكيد بدي صبح على كل الكادر الفني اللي مرافقنا بالكنترول. يسعد صباحكم وصباح الخير يا عفاف. صباح الخير يا رشا، كيفك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل حدا عم تابعنا اليوم، صباح الخير لكل حدا فايق من بكير، وصباح المطر كمان، مطرت ببعض المحافظات وكان الخير عم يعم. إن شاء الله هيك يا رب الخير بيعم على كل سوريا. أمين. بكفي نقول صباح الخير، بتحمل معنا كتير كبير، بكفي يعم الخير علينا ونكون بألف خير. مكملين معكم برنامجنا الصباحي وفقراتنا المتنوعة، ولكن فاصل صغير ونرجع. زينوا المرجي والمرجي لينا، شامينا فرجي وهي مزينة. وقبل ما نروح لمساحاتنا ونستقبل ضيوفنا كالعادي، خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 29 آب، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1831، الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي. وبمثل هاليوم من عام 1950، تأسيس القوات البحرية السورية. بعام 1982، فريق بحثي ألماني من معهد أبحاث الأيونات الثقيلة يكتشف عنصر المايتنريوم.
وبعام 2008 افتتاح مركز شانغهاي المالي العالمي. وبعام 2015 تلاشي العاصفة الاستوائية إيريكا مخلفة 30 قتيلاً وخسائر بالملايين بعد أن ضربت منطقة الكاريبي والدومينيكا. مثل ما تعودنا كمان لازم يكون معنا مجموعة من المعلومات الغريبة والمتنوعة ممكن نكون لأول مرة عم نسمع فيهم، رح نتابع سوا ضمن هالتقرير. هل تعلم وبحسب علماء الأعصاب بأنك وفي كل مرة تقاوم الانفعال والتصرف أثناء الغضب إنك تقوم بإعادة برمجة الدماغ لتصبح أكثر ذكاء وهدوء؟ وهل تعلم أن إضافة القرفة إلى القهوة يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويساعد الجسم على استخدام الأنسولين وبفعالية أكثر؟ وهل تعلم بأن تناول عصير البقدونس بشكل كبير يحمي الإنسان من التعرض لأمراض الكلى؟ وهل تعلم أنه أثناء النوم يقوم المخ بإصلاح خلاياه؟ وأخيراً هل تعلم بأن تناول التفاح يساعد بشكل كبير في تحسين وظائف المخ وتحسين الذاكرة وجعلها أقوى؟ واحد روح لأول تقاريرنا لليوم، يعني وقت منقول ضيعت السمرة فوراً ذاكرتنا وأفكارنا بروحوا لضيعة ضائعة. قديش كان هذا المسلسل لليوم نحن عم نتابعه؟ يعني صحيح. كان إبداع كتير جميل بالفنانين اللي كانوا متواجدين فيه. طبعاً هذا الفن شو اللي كمله؟ كمله الجماليات اللي موجودة بمنطقة السمرة، هذا السحر العظيم. يعني في ناس كتير وأنا منهم اللي أنا ما بعرفها بشكل أنه أنا زايرتها قبل هالمرات، عرفت عليها ضمن المسلسل وصار عندي فضول إني عن جد إني روح وزورة. اليوم أنا وأنتوا رح نروح ضمن هذا التقرير كونه ما فينا نروح ونشوف معكم. يلا ونشوف تفاصيل أكثر عن جمالية ضيعة السمرة. إحدى القرى السورية التابعة لكسب في محافظة اللاذقية، تقع في واد بين جبلين وهو ذو انحدار حاد جدا، تعرضت لعدد من الانهيارات الصخرية كان أحدثها عام 1984 وبقيت المكان الذي يتمتع بالطبيعة البكر. غالبية سكانها يتكلمون اللغة الأرمنية والعربية ولا تزال تحافظ على الطريقة البدائية. هي قرية السمرة التي بقي فن العمارة الريفية يشكل هويتها الخاصة ويجعلها مقصداً للراحة والهدوء لسياحها وزوارها. مكملين معكم صباحنا مشاهدينا، ورح نبدأ بأولى فقراتنا ونحكي بمحطتنا التالية عن رح نرصد فيها عن جماليات من الحرفة اليدوية والتطوير يلي بيرافق الحالة
التراثية، وكمان رح نحكي عن صك الملكية للشطرنج السورية مع ضيفنا اليوم شيخ الكار في الفنون النحاسية عدنان تمبكجي، أمين سر هيئة مدربية حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير استاذ عدنان، اشتقنا لك بعد زمان. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. هلا بدايه بدنا نبارك لك، يعني انت ضيف صباحنا غيره مثل ما بيقولوا من اهل الدار، بنجاح بنتك هيك، وبنتمنى هيك يكون المستقبل قدامها للافضل، وان شاء الله المستقبل يحمل لكل شبابنا الافضل. يعني خلينا اهلا وسهلا فيك استاذ عدنان. اليوم عم نحكي عن الحرف الثوريه ودائما انتم عندكم ميزه قد ما حدثتوا عم تحافظوا على خلينا نقول الايقونه التراثيه للقطعه. في سابقا حكينا عن موضوع الشطرنج وكيف كنتوا عم تجهزوا له وهي شو هي الجهود اللي بذلتوها، خلينا نرجع هيك نستذكر بعض المعلومات عنها. والله انا بدي من اللي عم يسمعونا ما يملوا، الشطرنج يستحق حلقات مطوله، لانه هذا انا اللي عملته مع فريق عملي، بوجه له تحيه من خلال شاشتكم. هذا الشطرنج عملته يعني وسميته الشطرنج السوري. اول شيء في ميزه انه هو بثلاث لاعبين، واللي بده يلعب بلاعبين بيصير مع ثلاث كراسي ملكيه، وفي رقعتين طقوسه كلها من التراث السوري من الالف الى الياء، تضاريسه كلها من التراث السوري من زخارف نباتيه وزخارف هندسيه، حتى الكراسي المنجده بالبروكار الدمشقي بسبع الوان، بالرسمه اللي كل العالم بتحبها روميو وجولييت، والناس بتعشق هاي الرسمه اللي موجوده ومشغوله بالنول اليدوي 100%. وثاني الاهم في الموضوع انه مرصع بالذهب عيار 21. تضاريسه مثل ما حكينا دلالات الحضارات اللي مرت على سوريا بكل احجار الشطرنج اللي عم تكون ابتداء من صلاح الدين الايوبي، يعني قائد الانتصارات، للملكه زنوبيا ملكه تدمر العربيه اللي كل الناس بتعرفها موصوفه بجماليتها وبقدراتها على القتال والخطط، المعارك اللي كانت هي على طول وصلت لفتوحاتها لمصر. وبنجي لموضوع الفيل السوري، انا حكيت قبل هلا انه في عنا ما سابقا الفيل السوري اللي هو كانوا الناس يتبهوا خاصه الفراعنه وما قبل الميلاد، كانوا باخواننا المصريين يجوا وتصيدوا الفيل السوري يتباهى انه انا صدت فيل سوري اللي بيمتاز بانيابه الطويله. والحرفيين السوريين القدماء كانوا يشتغلوا على هي النابات، وقت كانوا يصيدوا الفيل ويستخرجوا منه الانياب العاج ويعملوا فيه شغلات كثير منيحه. بنجي لموضوع الخيل العربي وسلالاته المعروفه وامتيازه بالمعارك وسبب انتصارات مهم بمعارك الخيل العربي. بعدين قلعة دمشق، قلعة دمشق هي المكان الآمن لكل اللي كانوا يقصدوا الشام تحديدا. وبعدين بنجي لموضوع الجندي اللي هو الجندي السلطان العربي، جندي العربي إبراهيم العطار اللي آخر معركة له كان منتصر واستشهد بيضحى بروحه ودمه، وقتل ما يقارب 483 شخص بمعركة واحدة، وعملوا له نصب تذكاري الإسبان لحد الآن موجود. أنا حكيت على عودة ما في شيء عن عبث اليوم. طبعاً نحن عم نشوف بعض الصور من شغلك عم تستعرضهم على الشاشة. خلينا نحكي عن صك الملكية للشطرنج السوري، كيف نحن بدنا نعمله؟ طبعاً الجهة المختصة بهذا الموضوع هي الاتحاد العام للحرفيين، موجه تحية الأستاذ ناجي الحضوي، ومقدمي أنا باسم حاطنة الدمر المركزية للفنون الحرفية. حبيت أعمل هذا العمل وصار في عنا صك ملكية. هذا بيكون صك الملكية الثاني إن شاء الله بعد ما ناخد الموافقة اليوم الأستاذ ناجي إن شاء الله الموضوع عنده. خضع الموضوع لخبراء، أنا فرحت، خفت من أنه يعني بتعرفي مثل داخل امتحان تماماً. صحيح. امتحان مع سبعة عباقرة عظماء من سوريا، هن صاحبين القرار بشي بخص التاريخ، شي بخص النحاس، شي بخص الدلالات اللي أنا عم بحكي عنها، هل يا ترى الموضوع صحيح ولا لا؟ حطوا لي خبراء مثل ما قلت لك عمالقه من جامعه دمشق، الدكتور عمار النهاب، وجه له التحيه الدكتور خالد فياض، الاستاذ خالد فياض زميلنا، زياد الشايب، في عندنا كمان اربع اشخاص ثانيين انا مالي حافظ كثير، يعني المهم باختصار هن طلعوا واشرفوا على الموضوع وصادقوا عن العمل. وهل يا ترى حكي صحيح ولا لا؟ هل يا ترى الرموز بتدل على هي الدلالات ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين بالإجماع أقروا وقالوا أنه هذا الموضوع يستحق
صك الملكيه. هلا موضوعا عن الاستاذ ناجي، قدموا الاستاذ لؤي شكو كمان وجه له الضحيه، مدير حاضنه الدمر للاستاذ ناجي، والموضوع اليوم عنده ان شاء الله. اكيد بدنا نقول له للاستاذ ناجي الحضوي ما يعذبنا. ان شاء الله. اكيد كل الاسماء اللي ذكرتهم نصبح عليهم ويعطيكم الف عافيه. دائما انتم ضمن الحاضنه عم تشتغلوا على ايقونات كثير مهمه بالتراث السوري، ولكن وقت بنقول شطرنج يعني نحن قديم شيء عم نشتغل عليه بحداثه وبرموز جديده. اليوم في فكره، في ابداع يعني اضفنا لإلى، يعني اليوم كيف يعني هذا الابداع كيف يتولد عندك كحرفي؟ ما شاء الله اسئلتك على طول بحبها أنا. هلأ النجاح بيبدأ أول شيء، بنصح كل الشباب والصبايا اليوم اللي حابين أنه غير علمون يعني رديف العلمون أنه يدخلوا دخل اقتصادي لألون وأفكار أنه ينتموا إلها بما يخص الحرف اليدوية. أبدا ما في فرق بين الشاب وبين البنت اليوم. أول شيء أنه يحب الحرفة، وين اتجاهه؟ نجارة، صدف، نحاس إلى آخره، يتجه بهذا الاتجاه. ثاني شيء مو بس يحب الحرفة، يحب صاحب الحرفة. يعني أنا بقول لفريق عملي إذا ما حبيتوني ما رح تأنجزوا، بدون يحبوا الحرفة وبدون يحبوا صاحب الحرفة اللي هو عم يشتغل معهم ويعطيهم الإرشادات. إذا عندنا حب العمل، حب صاحب العمل، يعني بده بعدين الإصرار والعزيمة إنه هو ينجز. بعد ما ينجز بولد موضوع النجاح، النجاح بيجي موضوعنا والإصرار والعمل بعدين بيجي للإبداع. بعد ما يوصل للإبداع بينطلق بقى للعالمية، هل هو الانفراد بالإبداع. وأنا الحمد لله وصلت، ما وصلت للأخير. الفكرة اليوم كيف تولدت عند عدنان تنبكشي؟ يعني تولدت، أنا كنت جدي الله يرحمه كنت حب أنه كيف يشتغل بالطرق العشوائية، وحسيت أنه في عنده فن بالتنك وبالنحاس. وبعدين أنا وقت عشقت أخذت أفكار ما أنا موجودة سابقا، يعني اليوم العصرنة عم تساعد على انه هي التحفه القديمه كيف بدي خلي جيل اليوم يحبها، عم نساوي شيء عصري بدلالات الماضي. يعني فينا نقول انه في فئه مستهدفه من خلال شغلك وعملك وابداعك. عم تحكي انت هلا عن جيل قادم ممكن بالتطورات والابداع، وممكن ياخذ منك هذا الابداع وهي الافكار انت تورثه لاجيال قادمه. خلينا نحكي عن الفئه المستهدفه اكثر شيء بشغلك. هلا الفئه المستهدفه عامه الناس، يعني مو بس مني، من كل زملائي. انا بعتبر حالي لسه طريق باوله، يعني مهما وصلت للنجاح وعندي جوائز دوليه ومحليه، لكن كمان لساتني باول الطريق. النجاح ان شاء الله انا بتمنى يكون لكل واحد عم يسمعنا وما له صعب، بنبدا بالخطوات وبنمشي بمراحل ما له صعب. الفئه المستهدفه تبعنا يعني جيل اليوم، نحن سوريا بالبقلة هي الحضارات اللي مرت وانطلقت من سوريا، يعني عنا كل الأطياف بكل ما يخص الحرف اليدوية فعلا موجودة بسوريا. بالعكس في ناس بيحسدونا يعني برات سوريا وبنطلع معارض خارجية بيقولوا نيالكم، يعني نحن شبابنا والصبايا اليوم موجودين هذا الواقع قدامكم، يعني بس بدها شوية عزيمة انه يجي الواحد يتابع. صراحة اليوم اتجاههم أكثر عم يكون على اللابتوب، على الموبايل، على البرامج. صحيح. مفيدة، لكن كمان الحرفة بتفيد أكثر وبتعطيهم وبتعطي مردود يعني جيد. كلياتنا اليوم بحاجة المادة، والوضع الاقتصادي شايفينه أنه اليوم عالمياً عم يكون متواضع وما دون المتواضع. حتى يكسب الواحد ويخلي مثل عنده مخزون موجود رصيد بالبنك اللي هي أيادي والأفكار، أيادي الحرير والأفكار النيرة اللي موجودة عنده، يتابعها إن كان شاب وإن كان بنت، وبيحصل على مردود جيد وبيأمن مثل التأمين. هذا هو تأمين على الحياة. هاي الهوية السورية الموجودة اللي احنا توارثناها بما يخص الحرف اليدوية هي تأمين على الحياة للصبية وللشاب. ذكرت المتابعة، ونحن بنعرف نجاح أي عمل خاصة بحاضنة دمر دائما أنتم بتحرصوا على متابعة الشباب والصبايا. شيخات الكارت هاي صباحكم أنا دائما معهم، يعني بتروحوا للمتابعة للكورسات للتطوير ومع الحفاظ مثل ما قلنا على الأصل بالحرفة. يعني خبرنا اليوم عن جديد الحاضنة، اليوم شو عم تشتغلوا؟ شو هي أهم الكورسات اللي عم تتبعوها؟ الحقيقة إحنا موضوع الحرف اليدوية كل ما عم نصغر العدد، يعني كان بالاول بحدود ال 20، اليوم 10 بنفتح دوره، 8 8 اشخاص ممكن انه نفتح لهم دوره بكل الاختصاصات. نوعدنا، مو رح احكي الجهات اللي وعدونا، على انه يصير باص خاص لحاضنه الدمر المركزيه لحتى نسهل على موضوع اللي حابب يتعلم مواصلات. المواصلات اليوم كثير مهمه،
الشيوخ الكار والحرفيين والاستاذ ناجي والاستاذ لؤي قدموا وعلى طول بتوجيهاتهم انه عطوا ما عندكم. نحن اليوم كشيوخ كار عم نقدم الدورات، يعني هي ما لها مجانيه، شبه مجانيه، يعني اليوم في هدر بالمواد الاوليه عم ناخذ نص حق، يعني اليوم التعليم مفتوح، بس التشجيع كمان بدنا نأمن له مستلزمات هاي الدورة اللي هي رقم واحد تكون مواصلات. تعرفي كمان موضوع الكهرباء الحمد لله لا بأس فيه، نحن اليوم في عنا بعض الورشات في عندهم طاقة كإنارة وفي قاعات مجهزة على أنه نعطيهم دروس النظري والعملي مفتوح لكل ورشات العمل. يعني اليوم بدنا كمان نشجع أنه كمان يخطي خطوة الواحد، يعني مو كله بده يجي لعنده، يعني أنت تضحي شوي كواحد حابب وراغب أنك تتعلم، وكمان نحن عنا ما تبقى يعني شوية خطوات لقدام، وصدقيني أنه المستقبل واعي لكل واحد بيتعلم حرفة. أنا قلت أنه تأمين فعلا هو تأمين على الحياة وعلى أبنائه. مشروع صغير اقتصادي بالنهاية ضمن الأوضاع اللي عم نمرق فيها أكيد. أكيد، واليوم المشروع عم ينجح بوسائل التواصل، يعني بس يبدع الواحد وينتج بيساوي تحفة فنية صغيرة مو صعب على أنه يروجها، والنافذة مفتوحة على كل دول العالم. وبس نقول هاند ميد سوريا يعني شيء رائع جدا، في إقبال كبير. صحيح أستاذة، يعني اليوم من خلال هلأ الشباب الجيل الجديد يلي عم يطلع نادرا ما تلاقي أنه عم يلتفت للحرفة اليدوية أكثر. نعم. يمكن بغيب عن بالهم مثل ما ذكرت حضرتك، وما كلنا بنعرف أنه الحرفة اليدوية أي مهنة أنا بين إيدي بتكون رصيد لإلي بالمستقبل، شو ما صار معي أنا ما قدرت أشتغل، أنا ما كذا، أنا بعرف خيط، أي حرفة بين إيدي ممكن تحميني من أي عامل مؤذي بالوضع الاقتصادي أو المعيشي. اليوم عوامل نجاح الحرفي كيف ممكن تكون أو تتكون بحياته، أو أهم خلينا نستذكر؟ بنبدأ بالأهل. زمان أهالينا كانوا يغصبونا، يعني أحياناً الواحد اليوم بتلاقي من بعض الحرفيين الناجحين وصار شيخ كار وصار مبدع وله اسم موجود عالمي ما كان يحب، لكن الأهل كانوا يلعبوا دور كبير. أنا بشجع الأهالي والمدارس اليوم يعملوا تشابك وروابط، انه خلينا نزور، مو بالشرط الحاضنه، الحاضنه هي فيها تقريبا معظم الحرف اليدويه، اي مكان في حرفي يعملوا رحلات مدرسيه اليوم، وعم يصير لكن بطيء يعني خفيف، انه اليوم بدنا نزور مثلا مكان كيف بيتصنع الازاز، كيف بيتصنع تنزيل الصدف، كيف بده يصير موضوع النحاس، اليوم بتصير هي الرغبه بتنشا عند الطفل اخذ التوجيهات من المدرسه، بنكملهم بالاهالي. يعني اليوم الأهالي عنصر كتير استراتيجي مهم، أنه يعلموا هذا الشاب الصغير أو الصبية أنه شوف أنت بالنهاية بتصل لهاي المرحلة، يعطوه طريق النهاية وين بيوصل، بيوصل بدخل جيد، بيوصل على أنه إنسان مبدع، بيوصل على أنه اسمه انطلق لعالمية، بيوصل على توثيق هويته الوطنية، بيوصل على أنه ياخد صك ملكية. اليوم بتعرفي الحرف كثير انسرقت، نحن بالحرب المستهدفه على سوريا بصك الملكيه اليوم صارت حمايه عالميه دوليه بتاهلنا لدور المزادات انه ندخلها بشكل جيد، ولو انسرقت التحفه وراحت على اي بلد بالعالم نحن بنطالب بحقنا انه هي الحرفه موجود لها صك ملكيه، صنعها فلان، مو بالضروره عدنان تنبكجي، اي حدا بيكون صاحب ملكيه، وعدد الافراد الحرفيين اللي يشتغلوها وشو هو خواص المعدن وشو هي تفاصيل اللوجستيه وكانت المواد الاوليه الموجوده فيها، صار في عنا توصيل. طب هذا الشيء صك الملكيه بيحمي من انه تتاخذ فكرته، ولا تتاخذ فكرته بس بضل صك الملكيه له انه هو المخترع؟ لا، هلا في بعض الجهات هلا مثل وزاره الثقافه ان شاء الله انا بدي اتجه لهم بالحمايه الفكريه، سؤال كثير مهم، والملكيه هي للتحفه انه ما حدا يساوي مثل، او انه هون صار انا حامي هويتي، هي صارت سوريه اليوم اذا انسرقت التحفه اهم شيء رقم واحد راحت على شخص ثاني، هاي معروف مين صاحبها الاساسي الاولاني، ممكن انه يبيعها لكن هويته بتضل رقم واحد انه هو اللي مصنعها، ولو بحق له يبيعها لشخص واثنين وثلاثه، لكن بتضل صانع الانجاز اللي هو رقم واحد صاحبها الاساسي. حلو. طيب استاذ عدنان خلينا نحكي عن الرساله، ودائما اي حدا فينا كل هدف بحياتنا في رساله بنحملها معنا. اليوم حضرتكم كحرفيين عم تشتغلوا لكم سنين، ورغم كل الصعوبات اللي نحن اليوم بنعرفها بشكل عام، كان من الكهرباء، كان من المواد الاوليه، المواصلات، وحتى اقبال الشباب والصبايا
بفترة ما قلت بسبب الظروف الاقتصادية. اليوم في رسالة حضرتكم مسؤولين أنكم توصلوها عالمياً مو بس على المستوى السوري، ويمكن أو من الأكيد اليوم خلينا نقول لعبة الشطرنج اللي دخلت عليها تحديثات الرموز المرتبطة بالتاريخ السوري كانت من أحدى أهداف الرسالة. اليوم كيف عم تشتغلوا على إيصال هاي الرسالة والحفاظ عليها؟ الرسالة الأولى يعني أنا بالنسبة لي كشطرنج هي رسالة عالمية مو بس محلية، انه هذا الشطرنج اكيد ماله تراثنا، لكن انا دخلت بتراثنا بهي الفكره بكل تضاريسه. يعني هو وين ما رحتي بالعالم عم يكون الشطرنج عباره عن رقعه خشبيه متواضعه، ما في هذاك الفن وانما في فكره. هلا انا طورت هي الفكره وساويتها حولتها لموضوع اللي هو التراث السوري بكل تفاصيله. يعني ممكن اليوم بالعالم اي حدا بمعرض خارجي وقت بيشوفوا هذا الشطرنج ما بس بحبوا موضوع الشطرنج، ممكن يحبوا الفكرة والتضاريس اللي هي صارت من الزخارف النباتي. في فضول تلفتون التفاصيل الصغيرة لشو ترمز اليوم. بالنسبة للرسالة الداخلية برجع بقول احنا منوجه التحية لكل أبنانا جيل اليوم، انه الحاضنة مو حاضنة كحاضنة الدمر، وانما الحاضنة السورية اللي هي عم تحضن كل الحرف اليدوية او معظمها موجودة بسوريا. في ناس كتير عم يروحوا من بلد لبلد لحتى يتعلموا شلون هاي الحرفة بتصير. طيب هي موجودة عنا، ووسائل الراحة على انه يجي الواحد يتعلم موجود. في دورات سابقا ما كان في دورات، كان في احتكار. اليوم في دورات تعليمية موجودة، وفي قاعات للتعلم النظري، وفي شيوخ الكار اليوم اللي كانوا يتهموا سابقا انه ما عم يعلموا، اليوم مفتوح الباب انه تعالوا تعلموا. بعدين عندنا شيء مهم، كان الاحتكار فقط على الصبايا على الشباب، اليوم صبايا وشباب، والصبية ما بتقل عن الشاب الإبداع. الرسالة انه يجوا يتعلموا، الرسالة انه كمان يتعاونوا معنا، من وجه لهم تحية، وزارة التربية حتى وزارة التعليم، انه هاي الحرف تدخل بهذا المنهاج، المنهاج يعني اليوم العملي ولو ساعة اسبوعيا يعني يا سلام كثير من ضمن نشاطات وزيارة. خلينا نقول الزيارات المتتالية سواء على الحاضنة او اي مكان في ابداع، انه يجوا هالاطفال ويشوفوا قدام عينهم بيصير حبهم، بيصير عندهم شغف اكثر، وبنورجيهم كل مره فيلم وثائقي دقيقه او دقيقتين حتى يكون بمنهاج المدارس. اذا ما بدهم وفي صعوبات بالتواصل انه يجوا على المكان اللي فيه حرف ياخذوا فيلم صغير، واحنا على استعداد نقدم لهم افلام وثائقيه صغيره كيف هي الحرفه من الالف الى الياء وكيف تطورت. بصير في شغف عند الطفل، والله انا بدي اطلع مثل الشخص اللي عم شوفه قدامي، مو بالضروره انا، اي حدا ثاني عنده ابداع حيتطور ويحط بباله وتصور هون نشأة العزيمة وفي نجاح. صحيح. خلينا بس نوقف بآخر دقيقتين عند الصعوبات اللي ذكرتها حضرتك. كل حرفي كل حرفية رح يواجهوا صعوبات بحياتهم، خصوصا هلأ نحن بوضع معيشي كل العالم عم تشكي من الغلاء والوضع المعيشي ما نو كتير ظابط، أكيد رح يواجهوا صعوبات. أهم ما خلينا شو نصيحتك لإلهم هدول الحرفيين بمواجهة هدول الصعوبات؟ سؤالي لإلك أو جوابي لسؤالي الصبر. نحن الحرفي المبدع والناجح أي حرفة وأي مهنة، اليوم الطبيب إذا ما عنده صبر ما بينجح، ونحن إذا ما عندنا صبر كبير ما بننجح. بدنا نتحمل شوي لحتى نحصل بالنتيجة. كله عم يتصمد مثل ما بيقولوا بالعامية مكمورة، عم يتصمد. اليوم ما قدرنا نحصل، بكرة ما قدرنا نحصل، بعد بكرة أو اللي بعده رح نحصل. يعني الزمن قادم في تفاؤل، وفي انت اليوم في ثمره رح تقطفيها بالنهايه لازم تقطفيها. اليوم الصبر رقم واحد وهو بيعطينا مشروع النجاح، ولا بد من النجاح طالما في عزيمه وبيتواكب مع الصبر، معناتها النجاح حليفنا 100%. والوضع الاقتصادي مثل ما قلتي اليوم شوي متواضع، لكن بالمستقبل وقت انا عم صنع تحفه قعدت شهر واثنين وثلاثه لو بدي اتدين مصروف بيتي، لكن بعد ما انا ابيعها وحدا يقتنيها بروح بسد الدينات اللي عندي وبتنعم بهذا النعيم اللي الله اعطاني. ان شاء الله. اليوم رساله الصبر للجميع استاذ عدنان، يعني مو بس الحرفيين. تحياتنا لكل الاشخاص المتواجدين بحاضنه الدمر ولكل شيوخ الكار والصبايا. اليوم كمان نحن فخورين بكل عمل عم يشتغلوا عليه الصبايا بالظروف الموجوده حاليا، ودائما اليوم عم نستضيف ضمن صباحنا اشخاص عندهم المشروع الخاص لإلهم، من كان من حاضنه الدمر او خارجه. فبنرجع نصبح عليك مره ثانيه ونتمنى لكم كل التوفيق بعملكم. شكرا لك ولحضورك.
صراحة انه انا بشجع كل واحد عنده ابداع ما يخبي يتابعه ويبدا بخطوات العمل ولابد ما يسأل. الابداع ملك لكل الناس. اهم شيء انه لابد انه تصل، يعني شو ما كانت حرفتك شو ما كانت مهنتك. بدنا نتشكر وجودك معنا استاذ عدنان، وشكرا لك. صباحكم مبارك. يا اهلا. اما احنا مشاهدينا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، وقبل ما نروح لفقرتنا خلينا نقول نحكي عن موضوع اجتماعي جدا مهم. خلونا نشوف اخر الاخبار ضمن موجز مع زميلنا صفوان. يسعد صباحك صفوان. صباح الخير رشا وعفاف. اذا موجز الاخبار بعد هذا الفاصل. أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأهم التعديلات تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها، إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح 3 ملايين ليرة سورية سنويا بدلا من 50,000 ليرة سورية. ردا على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية في ريفي حماه وإدلب، نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم. تشهد مدن وبلدات ريف دير الزور التي تسيطر عليها ميليشيا قسد اشتباكات عنيفة ومتواصلة جراء الاقتتال الداخلي بين فصائل الميليشيا ومسلحي ما يسمى مجلس دير الزور العسكري. وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي ميليشيا قسد ومسلحي المجلس العسكري في العديد من المناطق، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين من الطرفين، وتزامنت الاشتباكات مع قطع الطرقات الرئيسة والشوارع وسط حالة من التوتر والفلتان الأمني تعم ريف المحافظة. في الخبر الأخير، أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى التحرير الثاني أن القائد الفعلي للحرب على سوريا منذ اليوم الأول هو الأمريكي باعتراف الأمريكي نفسه، موضحا أن الإرهابيين الذين جاءوا إلى سوريا كانوا مجرد أدوات غبية في المشروع الأمريكي. وشدد السيد نصر الله على أن سوريا وحلفائها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات التي تحوي على أهم حقول النفط والغاز السورية التي ينهبها الأمريكي كل يوم ويمنعون عودتها إلى الحكومة السورية. وقال السيد نصر الله إذا أراد الأمريكيون أن يقاتلوا بأنفسهم أهلا وسهلا، حيث أكد في حديثه أن هذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات. ختام الموجز، والآن عودة إلى رشا وعفاف ومتابعة صباحنا غير. شكرا لك صفوان، وبقيت نهار حلو لك. أما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية ونسمع بنقول دائما واثق الخطوة يمشي ملكا. قد ايه اليوم الثقة مهمة بحياتنا وبشخصيتنا؟ قد ايه هي صفة إذا رافقتنا بحياتنا حتكون من أهم الأساسات بنجاحنا بأي مشروع بأي عمل بأي مجال دراسي؟ والعكس صحيح، وقت اللي بنكون حدا ما عنده ثقة بحاله، حدا مهزوز من الداخل، فهذا هو من أهم عوامل الفشل. اليوم كيف بننمي هي الثقة؟ ومن هن الأشخاص اللي بيدعمونا وبيعطونا هي الثقة لنقدر تكون جواز سفر من خلال لنقدر ننجح ونعمر والناس تحكي بأسمائنا بإنجازاتنا وبنجاحنا؟ ومثل ما قلنا اليوم يمكن الأهل هنن الداعم الأول والحجر الأساسي الأول بتنمية هي الصفة عند الشخص
وهنن أيضا الهادم الأول بانتزاع من الشخص نفسه. اليوم لنحكي عن مفهوم الثقة، قد هي مهمة بحياتنا وقد مفروض نحن نشتغل عليها ونبعد عن كل المحيطين السلبيين كرمال ننجح بحياتنا. أكيد معلومات حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي مدربة التنمية الذاتية حلاء الشيخ. يسعد صباحك يا حلاء. صباحك يا رب. كيفك؟ تمام يا رب. صباح الخير. صباحك يا رب. يعني طبعاً. اليوم عم نحكي على موضوع كتير أوقات بينفهم غلط، كمان ناس كتير ممكن ما تقدر تفرق بين الثقة بالنفس والغرور أو الغطرسة. فكتير أوقات منشوف حدا واثق من نفسه زيادة عن اللزوم، مفتخر بإنجازاته بشخصيته بالمكان يلي وصل له، فبعض الناس ممكن تشوفه هذا إنسان مغرور ومتغطرس أو مكروه حتى نوعا ما، بس هذا الشخص هو مجرد حدا واثق من نفسه. خلينا نوضح مفهوم الثقة بالنفس مشان ما نخربط فيها. مثل ما حكيتوا حضرتكم، الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح اليوم بحياتنا، وهي صفة كتير مهمة ومن صفات الشخصية الناجحة اليوم أنه يكون عندها ثقة بنفسها. مفهوم الثقة بالنفس هو حالة داخلية أو شعور، خلينا نقول، بيخلي الشخص يشعر بأهميته وبقيمته، شخص بيحترم ذاته وبيقدره، شخص بيآمن بنفسه، شخص عنده معرفة بقدراته وإمكانياته، شخص واعي لنقاط قوته، واعي لنقاط ضعفه، يعرف وين يستثمر نقاط قوته، بيعرف كيف يتقبل نقاط ضعفه ويسعى أنه يطورها. كل هالقصص طبعاً بتجتمع حتى يقدر الشخص اليوم يواجه أمور الحياة. ونحن بنعرف طريق النجاح طريق معنا سهل، في مطبات، في تحديات، فالثقة بالنفس بتمكنني كيف اتغلب على هي التحديات. طيب وقت بنقول ثقة بالنفس أو صفات الثقة بتكون ظاهرة على الإنسان، مثل ما حكينا أحيانا تكره الشخص بتقول كتير مغرور، صح، يعني هي بتنفهم غلط يعني. في صفات اليوم نقدر من خلالها نحن ما نخلط بين الغرور وبين الثقة، يعني نحن نقول فلان شخصية واثقة من نفسها كتير. تمام. اي اكيد هلا في اشخاص بيدعوا الثقه بالنفس، وهي اكيد دغري بتظهر، يعني هدول الاشخاص اللي عندهم غرور عالي بيقولوا بوصلوا لداء العظمه، يعني هون هذا الشخص بيبين من نفور الاخرين حواليه، كثير بيكون متكبر متعجرف متعالي على الاخرين، ما بيقدر مشاعر الاخرين، بيكون هجومي واندفاعي جدا ضد النقد، شخص ما بيتعلم من اخطائه، شخص بيفكر حاله انه وصل للكمال. واليوم نحن بشر نسعى انه نحن نوصل للكمال ولا للمثاليه، يعني نحن بالنهايه بشر، بنغلط بنوقع بس بنرجع بنقوم. صفات الشخص الواثق بنفسه هو الشخص اللي بيحب نفسه، حب النفس مو الانانيه، حب النفس اني انا اعرف كيف ادعم نفسي، كيف اني اتعاطف معه، كيف شجعه، كيف حفزه. الشخص اللي بيغلط وبيتعلم من اخطائه وبيرجع بيقوم وبكفي مسيره الحياه، بيعرف انه هي الاخطاء هي درجات رح توصلوا لأهداف، وشخص عنده أهداف واعي إله وبيسعى أنه يحققها، شخص بيتقبل للنقد الإيجابي طبعاً، لأنه في أشخاص اليوم بيحبطونا وبيكسرونا بحجة أنه عم ينتقدونا، فهذا اسمه نقد سلبي. فمو معقول وقديش اليوم موجودين، يعني فمو معقول الشخص اللي عم يتعب على نفسه لحتى يطور ثقته بنفسه ويحافظ عليها يجي يمرق هي القصص بحجة أنه هو نقد سلبي. لا، هو معنه نقد، أنا لما رح أوصل لمطرح ما رح أسمح لحدا أنه ينتقدني. شخص الواثق بنفسه بيعرف حاله شو هو لوين وصل، منفتح الأحاديث، مغامر، مستعد لخوض تجارب جديدة، ممكن بيجي الخوف بس ما بيحبطه أو بيوقفه، لا بيعالج الخوف وبيكمل. هي كمان مثل ما بيقولوا القوة هي ليست غياب الخوف ولكن القدرة على تخطيه. تماما. خلينا نستذكر هدول الأشخاص اللي حكيتي عنهم، ممكن يكونوا بيمتقدونا بشكل سلبي على طول، هدفهم أنه يحطموا من معنوياتنا، يحدوا من إنجازاتنا. هدول أشخاص يمكن أكيد ما عندهم ثقة بنفسهم، عندهم ثقة بالنفس معدومة، ما بنقول شبه معدومة. ننتقل للأسباب، شو الأسباب طيب يلي انخلقت عند هدول الأشخاص لحتى طلعوا معدومي الثقة بالنفس؟ تمام. هلا اليوم ما في نتيجة بلا سبب، يعني قبل ما في ألم بدون جرح، أول شيء الإنسان بينجرح بعدين بيتألم. من أسباب انعدام الثقة بالنفس ما فيني أقول إنه ما حدا عنده، يعني ما حدا ما عنده ثقة بالنفس، كلياتنا اليوم بمطارح معينة بيكون عندنا ثقة بالنفس، بس هي باختلاف الخبرة يمكن أو أنا تجربتي وممارستي لهذا الشيء. يعني في أوقات أشخاص عندهم ثقة بالنفس بالكتابة نتيجة ممارستهم وخبرتهم لهذا الشيء، في أشخاص لا ما عندهم نتيجة عدم ممارستهم. الثقة بالنفس أول سبب، لنرجع نحن للجذر، هي كيف يعني افتقاد، هي كانت موجودة وفقدت على الطريق. كيف يعني؟ يعني الأطفال اليوم الصغار نراقبيهم، أنت يكون عندهم ثقة بالنفس كتير كتير واضحة، بس لما بتجي بقى بتبلش التعليمات والأوامر وعيب وما بصير وغلط ولا، وبخاف بحجة بخاف عليك وما بصير ولا وأنا أمك واسمع كلمتي، بتبلش تهتز، بتبلش تضعف. فكتير في أسباب، أول شيء التربية، الأهل اليوم بيخافوا على أولادهم كتير وبيحدوا من تجربتهم بالحياة بحجة أنه بيخافوا عليهم، هذا الشيء كتير غلط. ثاني شغلة النقد والمقارنة السلبية مع الآخرين،
جدا تضعف الثقه بالنفس، التشكيك بقدراته، لا انت ما بتعرف، انا اعرف منك، لا انت ما بتعرف تساوي شيء، انا امكن، انا امك بعرف اكثر منك. على الكبار نفس الشيء، وحتى على الكبار هي ما عم اقول لك، هي بتبلش من جذر الطفوله، فالشخص الأولى. لما بيجي اليوم نحن نعرف السبع سنين الاولى هي بتشكل شخصيتنا، فانا لما بدي عشت السبع سنين بين مقارنه وهدم ذاتي وتشكيك بقدراتي، ما بحس حالي اني لي اهميه، ماني مسموع، دائما مكبوت، مشاعري دائما مكبوته، رح يؤدي انه انا ما رح يكون عندي ثقه بنفسي يعني. هي هون النتيجة بقى بتيجي. طيب هدول الأشخاص اللي مرقوا بتجارب، ودائما نحن بنقول بكل الفقرات الاجتماعية انه دائما الأهل هن قادرين ينجحوا هذا الطفل وقادرين يفشلوا بالحياة. اليوم في مفاتيح يعني حتى اليوم في أطفال طلعوا مهزوزين، أشخاص طلعوا مهزوزين، ولكن اليوم العلم موفر طبعا كل المفاتيح لحتى تقدري تفتحي باب الحياة وتمشي. خلينا نحكي عن مفاتيح اليوم الأشخاص اللي عندهم، خلينا نقول مهزوزين بثقتهم، كيف قادرين احنا اليوم نرجع من اول وجديد نرجع هي الثقه؟ تمام، مثل ما قلنا اول شيء دائما الوعي بالمشكله هو نصف الحل، يعني الشخص لما اليوم رح يكتشف انه هو كثير انطوائي وما عنده قدره انه يعمل علاقات اجتماعيه، دائما تجنبه وانسحابي، او بيكتشف انه كثير حساس للنقد وكثير عنده ارضاء مفرط للاخرين، لراي الاخرين، وبحس انه قيمته باراء الاخرين، هون الشخص بيكتشف انه ما عنده ثقه بالنفس، لما هو اكتشف هذا الشيء اذا كان واعي بصير يبحث عن حلول، اول شيء انت اليوم ما فيكي توثقي بشخص ما تعرفي بالحياة صح؟ بدي يكون بعرفه للشخص في عشرة بيناتنا وبعرفه كتير منيح لحتى أوثق فيه. نفس الشيء مع حالي، بدي يكون أعرف حالي، أعرف قدراتي، أعرف شو مشاكلي، شو نقاط ضعفي، كيف بدي أعالجها، كيف بدي أشتغل عليها. بعد المعرفة بتجي حب النفس، إنه أنا لازم يكون عندي قدر عالي من الحب لنفسي. دلل نفسك. نحن أهم شيء الرعاية الذاتية هي حجر الأساس اليوم. ما بدي أنطر من الآخرين يهتموا فيني ويحبوني، أنا اللي لازم أحب نفسي. واهم شيء لازم يكون عندي قدره اني اتعلم وخوض تجارب جديده، لازم يكون عندي، اذا انا ما بعرف سجل كورسات بروح بحضر دورات، المهم انه الانسان ما يوقف ساكن، يتحرك ويسعى لحتى يطور ويزيد ثقته بنفسه. طيب خلينا نحكي عن الاشخاص اللي على كبر ممكن يصير عندهم انعدام ثقه او انهزت ثقتهم نفسهم نتيجه تعرضهم لظروف عائليه عاطفيه او حتى بالشغل، ممكن هاي الظروف كلها تاثر على نفسيه الشخص وشبه انه خلص انا ما خسرت او فشلت بشيء، فكر الشخص هون انه انا خلص ما بقى عندي ثقه بنفسي اعمل اي شيء او اي مجال بالحياه، كيف فينا ننصح هدول الاشخاص انه لا لازم يستمروا ويتقبلوا بانه الفشل هي بس درجه من درجات وصولهم للنجاح، الشخص الواثق بنفسه بيفشل بس بيتعلم من فشله، بيعرف انه الفشل هو اول خطوه من خطوات النجاح، بالعكس انا لما فشلت صرت بعرف طريقه ثانيه رح اساويها بحيث ما ارجع افشل مره ثانيه. اليوم في اشخاص بيفقدوا ثقتهم بنفسهم صح مثل ما قلتي نتيجه تجربه فاشله، نتيجه علاقه عاطفيه فاشله، انا هون ما لازم اني ركز على هي التجربه واعتبر انه حياتي وقفت عندها، انا بتعلم من هي التجربه، شوف شو الشيء اللي كان ناقصني، شو الشيء اللي اضافت لي اياه، شو الشيء اللي بخليه يرجع يزيد ثقتي بنفسي، اكيد طبيعي مر بمشاعر حزن، بمشاعر احباط، بدي اتقبل هي المشاعر، بدي اعرف اتعامل معها واوظفها لصالحي، مو هي تتحكم فيني، انا اتحكم فيها وحاول اتجاوز التجربه باقل الخسائر واحمل الدرس وكفي يعني، وخلفه لا استطيع لا اريد، فكل شخص بده بلا فيه يكمل وبيقدر ان شاء الله الظروف تخلينا نستطيع ونريد. اكيد الاراده اقوى. هلا دائما خلينا نروح للسلبي والايجابي، اي شيء بحياتنا واي تجربه بنمرق فيها بنتعلم منها يعني، وبنعرف قد ما كانت ايجابيه هي الى سلبيه. ثقة بالنفس ممكن تصل لمرحلة أو تصل فيها لمستوى كتير عالي، شعورك خليك أنت اليوم قادرة تعمل كل شيء، ولكن بجوز الوقائع أو خلينا نقول الظروف ما بتسمح لك تعمل شيء، تهور أحيانا كتر الثقة عم يخلينا نروح للتهور. صح. اليوم شو هي أخطر مستويات الثقة بالنفس يعني شو هي أكثر سلبياتها؟ أخطر مستويات الثقة بالنفس هي حالة الغرور اللي بتخليني غيب عن الواقع وصير وهمي وخيالي بتطلعاتي وأهدافي، اليوم نحن ما فينا ننكر الواقع اللي عايشين فيه، هاي الفكرة. فأهم يعني خطوة بدي يكون عندي مرونة بحيث اني اتعامل مع الواقع، بحيث اني انا احقق اهدافي بدون ما يكون معيق الي، لا باخذه هو درج من درجات وصولي لتحقيق اهدافي. اليوم الشخص اللي عنده اهداف هو شخص عايش، الشخص اللي ما عنده اهداف هو شخص نايم او ميت. طب ايمت البني ادم بيصل لهي المرحله انه انا هاي ثقتي دمرتني؟
ثقتي دمرتني لما بكون أنا منفصلة عن الواقع، وهي الحقيقة ما في شيء اسمه ثقتي دمرتني، هي ادعاء الثقة وليست الثقة، لأنه الثقة الحقيقية بتعطيك الشعور بالاطمئنان والراحة والسلام الداخلي. أنا حكيت بالتعريف الشخص الواثق بنفسه شخص مدرك لقيمته، ما بيستمد قيمته من الآخرين ولا من الأهداف. ولكن أحيانا هاي الثقة ممكن تخذلك أو تخونك الظروف المحيطة، ولكن دائما وقت أنت بتوصلي للشعور أنه أنا قادرة أنا قادرة أنا قادرة، والمحيطين عم يدعموك أنه أنت قادرة، ظروفك اليوم عم تقلك لا احنا هون للتهور. ليكي دائما يعني. انا بامن انه الظروف قد ما اشتدت قد ما بيكون الاختبار صعب، يعني دائما عن جد لما بتنوجد الاراده وبينوجد الهدف انه انا واضح بدي اوصل رح اوصل، ممكن هي تيجي بس اختبارات، ممكن هي عم تدفعني لحتى انا اكون مستعده للمرحله اللي انا فايته عليها، المرحله اللي انا فايته عليها ممكن يكون بدها كثير ثقه بالنفس وقوه شخصيه، فانا بمر بتجارب بتآلمني بتضعفني، بس هي لحتى توصلني وانا اكون قدرانه كيف قود المكان اللي انا رح اوصل له. خلينا نحكي على نقطه مهمه يمكن بتدخل بالموضوع اللي حكيته رشا، الثقة الزايدة، أنا ضماني لهذا الشخص أو ضماني لهذا الموضوع أو أنه أنا ضامنة هاي الحالة اللي أنا عايشة فيها واللي حوالي، أنه لا مستحيل هذا الشخص يخوني، لا مستحيل أصلاً أخسر شغلي، هذا ضمان. ممكن هون نقول عن الثقة دمرت؟ اي هون اي صح، هون اصلا ما اسمها ثقه، لانه بالحقيقه ما فيني احط ضمانات على حدا. اليوم يوم كل شيء بالحياه متغير والنفس البشريه متقلبه يعني ومتغيره، يعني الضمان متعلق بالثقه، مو قصة متعلق بالثقة، أنا لازم أحط إنه هذا بشر لازم أتوقع منه كل شيء، أوقات نحن اليوم ثقتنا العالية بالآخرين بتعمل توقعات عالية، فأنا لما بيعمل الشخص موقف كثير صغير بقول أوه لا كثير انصدمت، هي أنا ثقة بالنفس، هي ليكي أنا لازم يكون عندي ثقة، بس أنا إنسانة واعية لازم يكون عندي حيطة وحذر، أوقات نحن اليوم تجينا كثير إشارات نحن ما نوثق بالأشخاص، بس نحن حبنا وعاطفتنا بتخلينا نغيب هالقصص ولا نوثق، إمتى بنصحى لما بناكل الكف القاسي اللي بيدمرنا عن جد، هون بقول إنه ثقتي بالشخص دمرني. مرتني ليش؟ لأني أنا وثقت ثقة هي ما أنا واعية، ثقة كتير عالية بالأشخاص هي ثقة غير واعية. طيب ما ممكن تكوني أنت بس واثقة بنفسك ما أنك واثقة بالشخص؟ أنا لما بدي أوثق بنفسي هذا الشيء بيمكنني حتى لما الشخص رح يعمل شيء يصدمني أو يخزلني أنا رح أكون بعرف قيمتي مدركة إله وبعرف أنه هو اللي خسرني مو أنا خسرته، فبتجاوز هي التجربة خلينا نقول بأقل وقت، بحزن طبيعي إحزان أو إتضايق لأنه بالنهاية نحن يعني في مشاعر جواتنا. شخص كنت بحبه وانا واثقه فيه بس بتقبل هي المشاعر بتعامل معها بحرره وبكمل ما بحس انه حياتي وقفت عند هذا الشخص، بعرف درجه استحقاقي تماما مدركه لقيمتي، اهم شيء قيمتي مو بالاشخاص ولا بالاشياء. هلا خلينا نركز على ضوي على موضوع الفقره اللي هو الثقه وتاثيرها على مستقبل الانسان اليوم بكلتا الحالتين يعني بالسلبي والايجابي، يعني اذا بدنا نلخص اليوم هيك عناوين يعني او نعطي نصائح لكل شخص اليوم كيف قادر يوجهها بالشكل الصح ما توصل للغرور وما نضطر ناكل الكف مره فلين ما وصفتي حتى لو ضل عندنا ثقتنا ثقه بحنا ولكن نحن مهزوزين، نحن في صدمات اثرت علينا، يمكن انا ابتسم وفرجيك انه انا اليوم اتحالي ولكن انا حدا هش من جوا، يعني اليوم نحن بدنا نحاول نبعد اكثر عن هدول القصص يعني تمام. فشو نصائح اليوم من خلال تجربتك؟ اول نصيحه الشخص بده يحب حاله، انه الشخص الواثق بنفسه اول شغله لازم يكون بحب حاله، الشخص اللي ما بحب حاله ما راح يعرف يحب الاخرين ولا راح يعرف يقدم لهم الحب. ثاني شغله وهي كثير اساسيه تحدي الخوف، الخوف هو جزء طبيعي وهو شعور فطري وطبيعي، ما بخليه يعيقني مشان انا اشتغل اهدافي او اروح اني اتعلم اشياء جديده او اني اطلع من منطقه الراحه اللي انا سيطرت عليه، لا انا هون شو بعمل؟ بعالج هذا الخوف بخليه على جنب وبستمر بتعلم بطور قدراتي بطور مهاراتي، بعرف وين عندي ثغرات بروح بسعى اني اطورها. الشخص الواثق بنفسه هو اكيد عنده نقاط ضعف بس هو ما انه مركز عليها، هو عم يحاول انه يطورها ويحسنها بحيث ما تعيقه عن تحقيق اهدافه، خوض تجارب جديده، ابتعاد عن الأصدقاء السلبيين والمحيط السلبي. نحن نعرف لما الإنسان اليوم بحاجة حدا يدعمه، الإنسان كائن اجتماعي ما في عيش بلا البشر، فتخيلي كل المحيط يكون سلبي قديش بيأثر عليه اليوم. وأهم شيء كمان يكون عندي احترام لذاتي، عندي خطة، عندي أهداف. قلت لك الشخص بلا أهداف هو شخص فارغ يعني، وحسب بقى كل شخص يعني التجارب بتعلمه. ماشي على مبدأ انه اذا كنت مانك قدران تقاوم اعمل حالك عم تقاوم، المهم انه ما تستسلم، هي اهم شيء، هي اهم نقطة اصلا. قديش هذا الوضع عم نعمل حالنا جد عم نتقاوم ان شاء الله. يعني احنا كثير كثير انبسطنا بالحديث معك وبنتشكر وجودك معنا، وان شاء الله هيك على طول الثقة بالنفس والراحة واهم شيء ما تأذي الاخرين، الثقة
بدنا اكيد نتشكرك. شكرا يا حلا لصباحك لليوم، ودائما هيك خلوا الثقه الاولى هي برب العالمين. يمكن اليوم هو الشخص، ممكن اكيد رب العالمين قادر ينجحنا بحياتنا حسب نوايانا، ونبتعد عن العلاقات السامه. اليوم ما ضل عندك وقت لهدول الناس اصلا، لا يعني خلينا باهدافنا احسن. شكرا لك حلا. شكرا لك، اهلا وسهلا. أما هلأ رشا رح ننتقل لمدينة حمص، وبهدف إحياء التراث وتسليط الضوء على المواهب الشابة افتتحت الغرفة الفتية الدولية بحمص معرض كنوز للوحات الفنية والصور الضوئية، والتي وثقت جمال عدة مواقع أثرية. خلينا نشوف ضمن التقرير التالي مع أسامة ديوب. بهدف إحياء التراث وتسليط الضوء على المواهب الشابة، افتتحت الغرفة الفتية الدولية بحمص معرض كنوز للوحات الفنية والصور الضوئية، والتي وثقت جمال مواقع أثرية في حمص وسوريا، وذلك بمشاركة رسامين ومصورين موهوبين في صالة صبح شعيب بالمدينة. معرض كنوز اللي عم يسلط الضوء على مواهب الشباب الفنانين بالرسم والتصوير الضوئي. المعرض بيضم لوحات فيها اماكن اثريه من حمص ومن سوريا، قلاع، حمامات، قصور، ممالك، بيوت، سيبات، ازقه. الهدف من المعرض اعاده احياء هذا التراث، بنفس الوقت تسليط الضوء على مواهب الشباب الفنانين. حبينا من خلال اليوم انه نضوي على فئه من الشباب، نضوي على مواهبهم، على قدراتهم. وكان معنا بهذا المعرض أكثر من 30 رسام وفنان بالتصوير الضوئي كمان، ومشاركين معنا اليوم. حبينا نحيي التراث المادي لمدينة حمص من خلال هاي الصور واللوحات اللي عم تشوفوها هون معنا. شاركت اليوم بسبع لوحات، كل لوحة بتحكي عن شيء معين بخص تراثنا القديم، من الزي القديم يلي كان بيمثل المناطق، كل منطقة كانت بتتميز بلباسها الخاص. خلينا نقول الفن المعماري، فن الأبواب، فن البحرات، أنا كتير بيلفتني هيك فن معماري قديم. الهدف من المشاركة انه اول شيء انه احط الانظار على الاحياء الشعبية القديمة اللي بتضل بترمز للشيء التراث اللي بيعبر عننا نحن عايشين ببلد انه سوري وقديم. الاعمال كتير رائعة، كانت منوعة بين رسم وتصوير. الرسم كان فيه كتير ابداع، قريب كتير من الواقع، ومنوع بين لوحات مرسومة برصاص وخشب والوان غواش. الأعمال الفنية عكست روح التراث السوري وجمال المعالم الأثرية والأحياء القديمة السورية، موثقة حضارة عمرها آلاف السنين بأنامل وعيون شبان وشابات سوريا المبدعين. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ولكن بكل صباح اكيد ما بدنا ننسى نسلط الضوء على الاطفال والمهارات يلي ممكن يتعلموها من خلال حياتهم، يلي بتساعد ببناء شخصيتهم وتنميه قدراتهم العقليه. رح نحكي عن هي المهارات وشو الفرق بينها وبين المواد التعليميه يلي ممكن كمان تدخل ببعض المهارات لحتى تساعد الاطفال، ورح نشوف شو هي النتائج يلي ممكن تكون او بتعود على الأطفال. رح نحكي سوا عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذة غنوة الحلقي، وهي مدربة مهارات رياضية وفكرية. سعد صباحك حلا. صباحك يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. اليوم موضوع المهارات هو صار من المواضيع المهمة لتأسيس حياة الإنسان من عمر الطفولة للشباب. يعني اليوم من خلال المهارات أنا قادرة أنظم، قادرة أفكر، قادرة أنشئ من خلال الكورسات اللي عم تشتغلوا عليها. خلينا نعرف بداية بأهمية هي المهارات، أو شو هي مهارات التعلم؟ أول شيء صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نحن المهارات الفكرية والرياضية اللي منحاول نعلمها للطفل لحتى يعني تزيل عائقه باتجاه الرياضيات، الكفاءات الرياضية. بنفس الوقت المهارات الفكرية اللي بتشتغل على شخصيته، على تنظيم أفكاره، على إيجاد حلول إبداعية لحتى يطلع من مشكلة بيواجهها. نحن يعني تخطي المشكلات لن كان لصغار أو يافعين أو كبار، هي يعني إيجاد الطرق الجديدة لحتى، والمدراء كلهم عم يسعوا لحتى ياخذوا ناس عم تفكر بطريقة إبداعية لخروج من المشاكل.
المهارات الرياضية كلهم بيصبوا بنفس الآنية، إنه هن بيقدروا يستخدموا عقلهم بشكل رياضي أكثر، كفاءة رياضية، كفاءة استخدام الأرقام. نحن من خلال تماريننا بالكورسات بنحاول ندربهم على هذا الشيء، كل ما تدربوا أكثر كل ما صار في عندهم سرعة بإنجاز الأعمال اليومية والرياضية. طيب خلينا نحكي عن فوائد ونتائج هاي المهارات على الأطفال، كيف ممكن تكون، كيف نحن ممكن نلاحظها، وبأي عمر ممكن تبلش تظهر هاي الفوائد والنتائج؟ يعني حصاد زرع قديم إمتى ممكن يبلش، فورا ولا بعد ممكن ما يكبر، أو حتى بيضل التأثير حتى بعد ما يكبر؟ لا، نحن المهارات هاي المكتسبة رح يستفيد منها كتير بحياته الدراسية، لأنه هي بتصب في دراسته. لما بيكون فيها صار عنده تمارين تقوية ذاكرة، بيصير في يقدر يستدعي المعلومة اللي بده إياها بامتحانه. لما بتواجهه مسألة صعبة ممكن هو يصير في عنده طريقة جديدة لحتى يستخرج حلها. نحن بالمدارس هلأ وبالطلاب سوريا كتير متجهين للتعليم الأولمبي، وسوريا عم تشارك بكثير مسابقات. نحن كان في عنا بالنسبه للنتائج طلاب متميزين كثير، قدروا هلا نحن بالصيف حققوا بمسابقات عالميه، السنه الماضيه بتايوان، السنه بدبي بمسابقه كوانتوم، مراتب اولى بمشاركه 30 دوله. يعني اطفال سوريا لما عم يكون في عندهم ناس تدربهم وتحقق لهم هن بذكائهم، عم يصير في التوازن هذا لحتى يقدروا يحققوا نتائج كثير مهمه. طيب خلينا غنوة نحكي، نرجع شوي لموضوع المهارات والمواد التعليميه، خلينا نفصل بيناتهم. اليوم كيف عم توصلوا كل نوع منهم للطلاب؟ المهارات نحن بنستخدم اول شيء تمارين نظريه وعندنا تمارين عمليه. مثل شو؟ خلينا هيك نعطي امثله ولو بشكل سريع. هلا نحن سلام التمارين العمليه للذكاء الرياضي عندنا هلا كان 120 تمرين او 150 تمرين بدهم يحلوهم خلال 5 دقائق. تمارين طويله، احاد وعشرات ومئات. قدروا تمكنوا، طلع المرتبه الاولى من سوريا. حلو. على 30 دولة مثل ما ذكرت، عربية وأجنبية. التمارين حتى نحن شوي نعطي حلول للمشكلات، في عنا ألعاب بنستخدمها خلال الجلسات مناسبة لأعمار الفئة اللي مستهدفينها نحن بالكورس. بتقدر يعني هي ليفلات، مثل كيف نحن بنقدر نقول لعبة الشطرنج هي لا متناهية وتناسب جميع الأعمار، نحن ألعابنا بنخليها بهذا الطريق. يعني كل مرة بيقولوا لي مس نحن كثير عنا ألعاب، بقول لهم حتشوفوا كيف حتكون مختلفة تماما عن الشيء اللي انتم عندكم يا. وكمان نطلعهم شوي من قصص الموبايلات والروتين باللعبة، الروتين باللعبة بتحد ذكاء الطفل. صح. فلما بيكون على طول في استراتيجية جديدة يتبعها خلال اللعب بيصير في عنده تفكير اضافي ويشغل شوي خلايا دماغه. يعني خلينا نحكي عن استراتيجيه تاهيل الطلاب اليوم للمشاركه، اذا بدهم يشاركوا او اذا انتم بدكم تطوروا هدول الطلاب ويشاركوا بمسابقات عالميه للحساب الذهني، شو الاستراتيجيه يلي بتتبعوها معهم؟ انا على طول بستخدم استراتيجيات جديده، مثل ما بعلم الطلاب مهارات التفكير انا هي بطبقها، بانه نحن على كل سنه التطور عم للعلم عم يزيد، فنحن بحاجه على طول لاستراتيجيات جديده. من الاستراتيجيات اللي انا بطبعها لما بدي هيئ ولد لمسابقه عالميه، اول شيء تمارين الذاكره كثير كثير مهمه. يعني نحن كمثال عندنا بمجتمعنا، انت ماشيه شفتي ارقام ممكن انت ترجعي تتذكريها بعد شوي. لا ما رح اتذكرهم ابدا انا. هينا فوبيا. نحن كامهات بنعاني، او يلي عنده ضغوط عمل كثير صار بيعاني من النسيان. صحيح. فنحن شوي نرجع ندرب ذاكرتنا لترجع تقوى، انه اي شيء نشوفه نحن وماشيين بالطريق نحن بمشاويرنا نحاول نركز عليه نرجع نتذكره ثاني يوم ثالث يوم. تمارين الارقام او مثلا الصور، انه انت مثلا انا فرجيت الطالب 10 صور بده هو يتذكر لي اياها، بده يسرد لي قصه عليها بشكل افقي او عمودي، يعني سير متتابعه بخضم هي الصور. لما بعطيه انا مثلا 3 أو 4 تمارين ما بدي جوابها هلا، بعد شوي بس ليخلصوا كل تماريني بدك تذكر الاجوبه اللي انت عملتها لكل التمارين. فهي قديش نحن عم نحاول يعني نحفز ذاكرتنا لحتى تتذكر
شغلات قديمه شغلات جديده. ممكن انا اذكر له رقم تليفون هي امبارح كنت عم بعملها، قلت لهم بعد اسبوع بدي اسالكم عن هذا الرقم. فعملتها من قبل، ما بتتخيلي انه هن قديش كانوا بدهم يضلهم. لما انت بتقولي بدي اتذكره رح تتذكري، تركزي على الشيء رح توصلي له. هي كمان بموضوع انه نحن نركز على اهدافنا، هي بمهارات التفكير، يعني نحن ما نزيح عن الطريق وقد ما زحنا نرجع نركز على الهدف. كل التمارين اللي بتكون يعني انت ما بتقولي ذاكره وتركيز هي كلياتها انت لبعدين حتلاقيها على كبر بموضوع ان كان دراسه ولا بموضوع حياه عمليه او شغل. هلا نحن ملاقيين على كبر زهايمر من هلا، يعني امبارح انا شوي انا عم فكر انا وقت اللي وصلت على البيت كان جاي الكهرباء او ما كان جاي، ما انا مبدل. فاليوم يعني الفكره بموضوع المهارات، انت عم تعطي فكرك وعم تدربي عقلك وتحفزي هي الذاكره، مثل ما قلتي فيما بعد حتلاقي النتيجه. اليوم نحن بعمر يمكن هدول المهارات ما كثير بقى حتى تساعدنا. خلينا نروح لموضوع المستوى العالمي، إن كان بمسابقات الحساب الذهني، وشفنا اليوم طلاب سوريين اليوم كان لهم مشاركات وكان لهم مستويات جدا مهمة. اليوم كيف عم يتم التعامل مع هدول الأطفال؟ هل التدريب المهارات عم تتقدم نفسها لإلهم مثل باقي الطلاب، أو اليوم عم تحفزوهم بشكل أكبر للمشاركة العالمية؟ نحن تدريبنا بشكل بعيد عن يعني مو خلال المدارس، بفترات تانية صار في من هيئة الإبداع والتميز مشكورة توازي إنه نحن عم نشارك طلابنا نفسهم بأولمبياد العلمي بعدة مواد، فعم نلاقي النتائج من هدول الطلاب اللي هن تأسسوا على مهارات، لأنه نحن بالأولمبياد العلمي ما في أسئلة عادية، ما في من المنهاج، كلياتها عبارة عن مهارات تحليل منطقي استنتاجي، كيفية أنت كيف تفكري بالسؤال بطريقة مختلفة، ممكن أنت أو طالب تاني يجاوب كل مين بطريقة. فالطلاب اللي بيكون هن اخذين هاي المهارات من الصغار عم يحققوا نتائج افضل، لانه هن تعودوا واكتسبوا هاي المهاره انه انا كيف افكر بطرق غير اللي انا حط قانون وطبق عليه. فالتحليل المنطقي والاستنتاجي اللي عم نتبع بالاولمبياد العلمي بالاسئله وانت كطفل مدرب عليه من قبل صار عندك سهوله، صار فيك تحقق مراتب، صار فيك تتميز. بينما اذا بس نحن بدنا يعني يكون بس محصورين او ضيقين او يعني جوات الصندوق ما رح نقدر نطلع لهي النتائج يعني بالاولمبياد وكمسابقات عالميه. هلا نحن داخلين على موسم دراسي جديد، بقي اكيد ايام قليله وكل الطلاب رح ترجع على المدرسه ويفيقوا بكير والامهات رح ترتاح. خلينا نحكي عن هدول الطلاب كيف اليوم رح يقدروا يوازنوا بين المهارات والمواد التعليميه، يعني رح يضلوا مستمرين بالمهارات ولا خلاص عام دراسي لازم بس مواد تعليميه؟ لا، التدريب لازم يكون مستمر. نحن في عنا حتى صار مواقع بننزلها على الموبايلات لحتى يصير هن لحالهم بدون اي مساعده يطبقوا الشيء اللي تعلموه، وفي حتى العاب ذكاء او العاب عقليه. في يعني احنا اذا بدنا نستخدم شيء سيء وفينا نستخدم الاشياء بطريقه جيده ننزلها ندرب عليها، يعني نحن فينا نفوت على لعبه ما تفيدنا بشيء وفينا نفوت على لعبه كثير منيحه وكثير فيها تفكير. لا ما فينا نفوت على لعبه ما نستفيد منها شيء. الاطفال ما فيك الاطفال ما فيك تحكميهم، القصه بدها تدريب اكيد، يعني لما هن بيحبوا ولما بيكون بدهم ما بيكون في شيء مضغوط عليهم فيه. يعني لما هن بيكونوا مبسوطين وعم انه نجحوا بهي المرحله بيقدروا هن بيصيروا بحبوا يكفوا بهي اللعبه المفيده. او مثلا هن لما نحن بنعطيهم كمهارات رياضيه يطبقوا هذا الشيء بدراستهم حيلاقوا سهوله. يعني انا عندي طالب صار يعمل ضرب ست ارقام بست ارقام بدقيقه ونص، فهذا الشيء اكيد رح يتطبق بمدارسهم بالرياضيات لما انا دربتهم على الذاكره. فلما بيصير في عندهم مسائل او حفظ مواد حفظيه صحيح رح يصيروا يحفظوا بشكل اسرع. وانا على طول بقول للاهل حطوا وقت لتحديد المهام، اي مهام،
مهام بالدراسة، مهام بإنجاز العمل، بأنت كمساعدة بالبيت، حطوا وقت. أنا ما فيني ضلني قاعدة عم باكل ساعة كاملة قدام التلفزيون، نضلنا بدراسة كل النهار، لا معلش وقت وبعدين نلتفت لأي شيء ثاني بدنا اياه. هلا خلينا هيك بعنوان اليوم، اثبتت الكورسات اللي عم بتصير والطلاب اللي عم يخضعوا لمهارات انه اليوم هي المهارات عم تكون، ما بدنا نقول افضل من المواد التعليمية بالمدرسة، ولكن هي تجاريها. عم بتجاري وعم تكون يعني اليوم انا بفضل هدول المهارات قادرة احسب، وذاكرتي الحفظية كثير ممتازة، يعني نتائجها الإيجابية عم تكون افضل من طفل اليوم ما عنده مهارات ودخل على المدرسة بشكل العشوائي. شكرا كثير لحضورك اليوم، ومثل ما قلنا بنتمنى الصحه والسلامه للامهات والطلاب، تكون هيك عم دراسه لطيف وخفيف على الجميع. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذه غنوه، واكيد بدنا نتمنى التوفيق لك ولجميع الطلاب. آمين. والامهات، ورح يشتاقوا كثير لاولادهم، شبعوا منهم الحمد لله. اما هلا نحن قبل ما نروح لاخر مساحتنا الصباحيه ونروح للمساحه الطبيه، خلونا نروح لمدينه حلب ضمن تقرير واستمرار عمليات تأهيل وترميم مدخل قلعة حلب التي تتم بين الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المديرية العامة للأثار والمتاحف والتنسيق مع محافظة حلب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا مصطفى كوسا. أعمال تأهيل وترميم مدخل قلعة حلب التي تتم بين الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وبالتنسيق مع محافظة حلب مستمرة، وذلك جراء الزلزال الذي أصاب المدينة والذي أدى إلى أضرار عديدة بأهم عناصر القلعة التاريخية ما أدى إلى إغلاقها. بعد الزلزال اتخذت المديرية العامة للآثار والمتاحف قرار بإغلاق القلعة أمام الزوار آسفة طبعا، ولكن من أجل السلامة العامة ما يخص المقيمين في القلعة وزائد الزوار حفاظا على سلامتهم وسلامة أرواحهم. زار القلعة فريق من اليونسكو ومن المديرية العامة للآثار والمتاحف وقاموا بتقييم الوضع الراهن. تم تحديد بدء العمل في كمرحلة أولى في المدخل الرئيسي للقلعة. بادرت الأمانة السورية كعادتها بقيام المشاريع بالمحافظة على التراث وبادرت بالمرحلة الأولى. حاليا تتم أعمال ترميم في المدخل المتضرر. تشهد الأعمال دقة عالية ومتابعة من قبل المعنيين بهدف حماية التراث المادي واللامادي في المدينة القديمة، كون القلعة مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي بكوادر وطنية بأعلى معايير الجودة بعد تحديد أولويات العمل بالمدخل من قبل اللجان المختصة. بدأت الدراسات بعدة زيارات للقلعة ومحاولة تحديد الأضرار الناجمة عن الزلزال والأماكن الخطرة وتحديد أولويات التدخل للبداية في المشروع. في مجموعة من الأعمال مثلا تشمل درج المدخل والقبو الحامل له والقوس الحامل له، أيضا واجهة الدخول الرئيسية للقلعة يعني واجهة البرج المتقدم، ترميم الواجهة والأضرار التي حصلت فيها وترميم قوس المدخل والنجفات والسواكف الحاملة. كوادر وطنية من فنيين ومهندسين بهذه المشاريع أخذت جزء من هؤلاء الكوادر لا حطتهم بالألعلى ينفذوا هالأعمال وفق على معايير الجودة الموضوعة عالميا لترميم الأثر وموضوعة من قبل مديرية الأثر، شي نقدر نعيد افتتاح مدخل القلعة لزوارها بأقرب وقت ممكن. مدة المشروع هي 120 يوم. قلعة حلب من أهم المواقع الأثرية التي تأثرت بالزلزال، لذلك يتم فيها مراعاة أعلى درجات الإتقان كونها تعكس الانتماء الحضاري للمدينة. بوتيرة عالية تسير أعمال التأهيل والترميم لمدخل قلعة حلب بالتعاون بين الأمانة السورية للتنمية والجهات المعنية في المحافظة بهدف عودة القلعة إلى ألقها. مصطفى كوسا، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.
وبمساحتنا الأخيرة حنروح للموضوع الطبي ونحكي اليوم ضمن فقرتنا عن أشع الأمراض اللي بتكون سببها الكبد. شو ممكن اليوم الإنسان يتعرض بحياته بسبب عمل الكبد؟ ودائما نحن بنعرف الكبد هو الأساس بالصحة الجسدية، يعني اليوم وقت بيصير في خلل بعمل الكبد عم بيكون في تأثير كتير كبير على صحة الإنسان. اليوم رح نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن يصاب فيها الإنسان، مثل الكيسات، مثل الأورام والمرارة. المرارة يعني اليوم في نسبة كتير كبير من الأشخاص صابتهم هاي القصة. طبعا خلينا نروح لضيفنا، وهو كمان من أهل الدار وضيف صباحنا غير على طول، الدكتور أحمد نسيب عرخصوصي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية، لنحكي أكثر عن موضوع الأسباب والوقاية وطرق العلاج. يسعد صباحك حكيم. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. خلينا نحكي بداية عن أشياء أمراض الكبد يلي ممكن اليوم أي شخص ممكن تواجهه، ولا في أشخاص محددة ممكن تصيبهم؟ وخلينا نحكي كمان خص الكيسات المائية. طيب، نحن الكبد هو أكبر غدة بجسم الإنسان. الكبد بتوضع بيمين يمين البطن، أعلى بطن، تمام الحديث، مسؤول هو عن استقلاب السكاكيف، عن تحرير المواد السامة، يعني تفكيكها بجسم، فهو أكبر مصنع استقلابي بالجسم كله. صحيح. الكبد نتيجة توضعه شلون؟ مجرد يعني صار امتصاص للطعام بالامعاء، عرفت علي كيف؟ فبتمر عن طريق الكبد الدوانه البابيه، فبصير تصفيه للمواد الطعاميه الكيلوس اول شيء. نتيجه الحكي هذا شلون؟ احيانا نحن يعني عم نحكي شغله شائعه كثير بلدنا هي الكيسات المائيه. الكيسات المائيه تقريبا يعني من اهم الامراض الموجوده بالشرق الاوسط، كثير موجوده عندنا بسوريا، بالعراق، بايران، الجزائر، واكثر دراسات بالعالم صابت عن هالمرض هذا هو بهالمناطق هي. كل الاشخاص معرضين لها من اي عمر؟ هلا في مناعه بالجسم، بس نحن في عادات غذائيه او عادات خاطئه شلون هي بتاهب الاصابه اكثر. مثلا عندنا بدك تناول اللحوم النيه اللي بيكون مثلا مذبوحه مو مفحوصه بشكل جيد، هي بتكون تحوي على مبيضات الكيسات المائيه، هي عامل طفيلي اسمه شويكاء الحبيبيوميه، تمام الحديث. في ناس تناول الخضار بشكل يعني النية شلون مو مغسولة بشكل جيد، ممكن معناها البيوض كمان، فممكن يصير إصابة. تربية القطط، الكلاب بالبيت كمان ممكن تؤدي للإصابة. يعني عندك اللي بيربوا حيوانات مثلا مزارعين أو كذا، كمان إذا كانت الحيوانات مو ملقحة مو معتنة بنظافة ممكن يصير إصابة. فهذه الأشياء ناس ممكن يصير معهم إصابة بالكيسات المائية. هلا الكيسات المائيه عاده بتصيب اكثر شيء الكبد، حوالي 85% من الحالات بتكون بتصيب الكبد، لكن عم نحكي انه من الامراض الكبديه كثير هامه. في عندك حالات حوالي 10-12% بتصيب الصدر الرئتين، يعني في حالات بتكون مشتركه بين الصدر وبين الرئتين، وفي حالات بتصيب بقيه الاماكن، الدماغ، الكليه، كذا. فبس اشيع شيء هو الكبد. المنشا هو عم يكون من هلا عندنا نحن يعني في عندك بسموه سوي يعني مضيف عابر ومضيف دائم شلون؟ الكلاب بشكل عام هو المضيف يعني هو اللي بيكون بيحوي على الطفيلي بشكل دائم، عرفت علي كيف؟ هلا احيانا بقى الحيوانات العاشبه مثلا الخروف وكذا اذا عم ياكل الفضلات تبع على الاعشاب، مثلا فضلات الطفيلي، عرفت علي كيف؟ فممكن تصاب فيها. الانسان هو سوي متوسط يعني شلون؟ مضيف يعني، بس لكن الاصابه تبعيته منها عم تشكل كثير خطر، لانه هي عم تاخذ حيز من الكبد او المكان اللي عم تصيبه الكبد او مكان اخر، فعم تقلل وظيفته. بنفس الوقت انتشاره كثير سريع، الكيسه الواحده بتكون فيها كيسات مائيه. وين بتتوضع الكيسه حكيم؟ خلينا نوضح الفكره. وقت عم نقول كيسات مائيه وين عم يكون التوضع؟ يعني التوضع الاساسي مثل يعني الاصابه الاساسيه بتكون هي بالكبد، بقلب الكبد او على جدار الكبد الخارجي؟ لا بالكبد نفسه، بالكبد نفسه. يعني هلا احنا في حالات اشتغلناها كان بالكبد في حوالي 200 كيسة يعني احيانا. مشكلته الطفل انه عم ياخذ حيز من الكبد، فوقت عم ياخذ حيز انت عم تنقص الخلايا اللي عم تشتغل بالكبد، نقصت حجم من الكبد. نفس الوقت وظيفة بالنهاية تمام الحديث. نفس الوقت شلون هي ضمن هالكيسة عم يكون في كيسات بنات، فانتشار ممكن كثير سريع اذا صار تمزق لهالكيسة. كنا كيسة صرنا يمكن مئات الكيسات، هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة احيانا الكيسة وقت تفتح مثلا سواء على الطرق الصفائية أو على الطرق الصدرية أو كذا، شو ممكن يصير تحسس، وفي ناس صار معها صدمة تحسسية، في ناس توفت بعيد الشر. فيعني أخطار الكيسة المائية شلون؟ إنه مو إنه شغلة إنه يعني بس والله كيسة وخلصنا، في كيف؟
فالشيء الثاني كمان انه هي عم تاخذ حجم تكبر بهدوء، فانت بتلاقي فجاه مثلا مريض بسبب ما وجع كذا بتعمل بتلاقيكم بتلاقي بس كيسه 7 8 سم بتاخذ فتره نمو طويله عرفتون، بس هو ده صامت يعني ما احيانا عم تعمل صور لشغله ثانيه او عم تفحص شغله ثانيه بتكتشف اليوم انه في كيسه تماما. طيب دكتور شلون اليوم يعني عم تقول انت هذا مرض صامت ممكن ما يعاني الشخص من اي اعراض او يحس انه هو عنده كيسات ما بصير له؟ بتمر فتره تمام بتمر فتره انه هو عم يكبر بشكل بطيء فما عم يكون الم. نحن المشكله الالم بيصير انت بتمدد محفظه بشكل سريع فبيكون في الم، هي حتى انه الكيسه فتحت او صار في ضغط، بس اما هي الكيسه عم تكبر شوي شوي فهي لا صامت مثل ما قلت لك. يعني نحن الدراسات لما قلت لك بالشرق الاوسط لانه كثير هالمرض كثير يعني منتشر بشكل كبير عرفت علي كيف، وهو عادة نحن يصنف الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. في كتير دراسات صارت عليه، في كتير يعني إنه الوقاية كذا، لكن نحن مثل ما قلت لك أهم شيء عندنا إنه نحن العادات الصحية الجيدة، نحن نغسل إيدينا بعد قضاء الحاجة قبل الأكل بعد الأكل، هاي نقطة كتير مهمة. ما نتناول لحوم نية، في ناس بتعرف بياكل كبة نية أو لحمة نية يفتون، ويكون إنه مصدر اللحمة معروف يعني مفحوصة يعني مذبوح بالمسلخ مفحوص بشكل بريء بشكل جيد عرفت كيف؟ نعم. اللي عم يربي حيوانات أليفة مثلا كذا شلون إنه يكون ملقحة عرفت شلون مفحوصة طبيب بيطري عرفت كيف؟ يعني هي كلها العادات هي شلون كتير بتخفف من هالإصابة هي وكتير بتقينا من مشاكل التانية. نحنا نفوت دوامة إنه سواء علاج طويل لفترة طويلة 6-7 شهور بالدواء أو إنه عمليات جراحية إن كان جراحة عامة أو يعني بطريقة مفتوحة أو تنظيف، بس هي من هاي إنه تعب وتكلفة. أكيد دكتور دائما نحن بنقول الوقاية هي بتخفف رحلة المرض عند المريض ورحلة العلاج أكيد عند الطبيب. ذكرت أسباب وذكرنا هيك اليوم وقائيا نحن كيف قادرين، وهي وقائيا خلينا نقول معلومات شائعة ومفروض اليوم نحن نتقيد فيها. خلينا نروح بالوقت المتبقي لخطة العلاج اليوم طبيا، كيف اليوم عم تتعاملوا مع هي الحالات؟ نحن حسب إنه كم كيسة موجودة، حجم الكيسة أقل من 2 سنتي أكتر من 2 سنتي واحدة أو أكتر من واحدة، فنحن ممكن دواء بالحالات الكيسات الصغيرة وياك عدد كتير كبير يا أما أنه كيسة واحدة، فممكن دواء البندازول عادة عم يعطي فائدة كتير جيدة عرفتون، أخذ دواء تقريبا لست شهور. إذا كيسات كبيرة أو ما قريبة على مناطق حساسة يعني شلون ضغطة مثلا على المنصف كذا، في يعني من فترة اشتغلنا مريضة ضغطة على القلب عرفت شلون، حتى عم يصير نقص بعمل القلب يعني، فحسب التوضع حسب الأعراض تبعته منا ممكن الجراحة. والجراحة عندنا نحن عم نشتغل إنه الأوبين مثلا بحكي حالات وفي تنظيف. كيف تتدخل جراحيا اليوم حكيم؟ لا تداخل جراحي مثلا حجم الكيس اذا كان كبير تمام، او موقع كثير انه حساس مثلا تمام الحديث، او عدد كبير شلون قصه شلون ممكن تداخل جراحيا. في شيء بنشتغله صرنا فتره كمان بنعمل دراسه عليه شلون، ونحن انه الكيسه بتوجيه الطبقي او الايكو شلون ممكن اذا كيسه واحده او كيسات كبيره شلون مثلا عن مريض مثلا ما انه بتحمل جراحه كذا ممكن نبذلها بنحقن سيروم ملح شلون. شيء واعي يعني صرنا شغالين 12 حاله عرفت علي كيف، كمان عم تعطي نتائج كثير جيده شلون. الفكره انه نحن يعني عم نحاول شيء بقاطع انه نساوي نحن يعني دراسه مستقبليه للمستقبل انه كيف ندبر الكيسات وشيء الامثل كذا شلون. متوقع نتائج الدراسه خلال سنتين تكون منتشره يعني منشوره عالميا شلون، وحناخذ نتيجه بشكل جيد ان شاء الله تعالى ان شاء الله. العلاج الدوائي قلت لك الحالات الخفيفه او الصغيره، جراحي هو الحالات الكبيره او انه مناطق حساسه، البزل اللي عم نجرب فيه مثل ما قلنا. الفكره الاساسيه انه حتى لو عملنا جراحه تكميل العلاج بالالبندازول شلون حنحتاج 6 شهور نحن اذا في كيسات صغيره او في شيء مبين كان شلون لحتى نقضي عليهم، فهدول نحن يعني دائما خطه العلاج الاساسيه بشكل عام. خلينا ننتقل دكتور على المراره والاورام يلي ممكن تصيب هي المنطقه، كيف ممكن نحن نعرف الاصابه فيها او حتى نعالجها؟ لا المراره بشكل عام هي يعني مستودع يعني الله خلقه عرفت كيف متوضع بسفل الكبد، وظيفته انه تاخذ الصفرة من الطريق الخلاص الصفراويه تكثفها في محل مريض اخر شيء دسم وكذا تفرز لحتى تساعد بهضم الدسم. نوعيه الغذاء الاكل الدسم كثير احيانا عندك في ناس عندهم امراض دمويه انحلال كذا شلون بتاهب انه يصير في حصيات المراره عاده شلون علاج تبعيتهم هو استئصال تمام الحديث.
عادة بيصيب النساء بكون اسمان بعض الأعراض. الأورام يلي بتصيب المرارة بتكون خطيرة. لا 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 نحكي عن المرارة لا شادي صراحة الأورام الكبد بتلك هو تصفية أساسية فعادة معظم انتقالات الأورام بتكون يا بالرئة يا يا بالكبد. الكبد فيه الأورام بدقيقة شلون هو سرطان الخلايا الكبدية الصفراوية بشكل عام يعني عرفت علي كيف؟ هي يعني عشرات كتير متقدمة شلون بس نحكي في نقطة كتير مهمة ما حكي الكبد هو أهم غدة بالجسم. أهم عنصر بتخليص الجسم من السموم عندك إفراز الجلوكوجين عشان حتى يعني تخزين السكريات فكتير مهم بالاستقلاب وكتير مهم بالتعامل مع شلون نحن الأساس عادات النظافة الشخصية يقاي من شغلات الكيسات أو كذا شلون وبنفس الوقت ما ننهك الكبد يعني ما والله وجبات دسمة كتير أو وجبات كتير مستغنية بالسكر يعني توازن بالأكل شلون ونظافة شخصية نكون حافظ يعني الأكل لازم نحبه حكي من الآخر نحن الفكره بقول لك يعني كانوا اجدادنا ياكلوا دسم اكثر يمكن من صحيح يعني اليوم بس كان في حركة كان في حركه كان كذا شلون نحن لا حاليا انه اذا بده يصف سيارته اذا بيطلع يوصل السياره جوات المكتب تبعته ما بقول لا ما استنى يعني شلون صحيح دكتور النقطه الاهم من هيك هو مو شو اسمه مو كميه الدسم بقدر ما انه عندك عندك الشحوم المتحوله شلون يعني انت الوجبات السريعه الفاست فود عم يكون فيها زيوت مهدرجه زياده شلون هي بتكيد تعمل مشاكل خاصه بهالوقت حكينا اليوم يعني ممكن تاكل اكل دسمه كذا بس ما تكون اكل انه غير صحيه طبعا غير صحيه ما في اكل دسمه ما لا الفاست فود الفاست عفوا الفاست فود الدسم بشكل عام الدسم بشكل عام مو هو مشكله اذا تاخذ بشكل متوازن وبشكل صح بس نحن مشكلتنا بالوجبات السريعه الاكريم ليدر شلون عم يصير الدهون عم تتحول اكثر مره شلون دارت حرارة عليه شلون هي عم تكون سيئه عرفت كيف ممكن تاهب للمراره ممكن تاهب للسرطان اكيد دكتور معلومات كثير مهمه وهي خلينا نقول عادات صحيه على مستوى الشخصي ممكن تخلينا نبعد عن كثير من الامراض لاجسامنا وبالصحه والسلامه لكل حدا رافقنا بصباحنا اليوم شكرا كثير دكتور احمد لحضورك اليوم واهلا وسهلا فيك شكرا لك دكتور وان شاء الله هيك المتابعين يلتزموا بهي النصائح والله يبعد المرض واكيد بدنا نتمنى الخير والسلامة للجميع وهيك بيكون خلص وقتنا معكم مشاهدينا وبدي أتمنى لكم كالعادة كونوا بخير إن كنتوا لحالكم أو برفقة الأشخاص يلي بتحبوها كونوا بخير من هون لبكرة ولاقونا بنفس الوقت وبدي أتمنى لكم بقية نهار كتير حلو إن كنتوا بالمحافظات يلي عم تمطر فيها بدي أتمنى لك بقية نهار حلو يا رشا شكرا لك عفاف يومك حلو وأكيد يومكم حلو لكل مشاهدين الإخبارية السورية شكرا لكم لكل الكادر الفني اللي رفقنا بالكنترول المخرج عزيز كيلارجي والمعد رامي بداوي وأكيد كل الصبايا الموجودين بالكنترول شكرا لكم عم تعبكم معنا كونوا بألف خير إلى اللقاء